مرحبا بكل سيدات والسادة، واكيد مرحبا دائما بالتواصل ديالكم تفاعلكم ايضا. رقمنا راه الاشاره باش انكم كتشاركوا معنا وكتفوزوا معنا كل نهار من خلال شيوات ديالكم اللي كتوجدوها في هذا رمضان. كنقولوا رمضان ضيافه، رمضان صله الرحم، الجمعه الحلوه مع العائله والحباب، مجموعه من الشيوات كتقدوهم وكتصيبوهم، واكيد كتبعثوهم لي باحلى صوره واحلى تقديم من خلال المشاركه ديالكم على رقمنا الواتساب اللي هو 0702204040. كتبعثوا لي الوصفه ديالكم مع المنتوج اللي استعملتوه في القلب ديالها مع الاسم ديالكم بالكامل ومدينه منين نتوما رجاء، باش انكم كتربحوا معنا مجموعه من المنتوجات من دامتي، بالاضافه ان الرقم ديالكم كيدخل في القرعه الكبرى اللي تمكنكم انكم تفوزوا معنا بروبو متعدد الاستعمالات. اليوم غنمشيو لمكناس سميه. السلام عليكم. السلام عليكم سميه. وعليكم السلام لاله جميله. اهلا وسهلا، مرحبا. ربي يخليك سميه. تبارك الله صيفتي بزاف ديال الوصفات، حنا غنمشيو لاخر وصفه اللي هي البايله. هي بايلة بدانتي حوت. واخا، نجي ناخذ المقادير والطريقة ديال التحضير. مرحبا. بالنسبة للبايلة اللي درت، خديت واحد ليترو ديال الماء يكون طايب، درت فيه دانتي الحوت، هذاك هو المرق اللي غادي نروي به. خليته على جنب. خديت واحد المقلة درت فيها شوية ديال الزبدة وشوية ديال الزيت. درت فيها بصلة مشلضة، واحد فلفله حمراء وصفراء وخضراء يعني اللي متوجده عند السيده. قطعتهم ودرتهم مع البصله، شحرتهم مزيان مع شويه الملحه وشويه الابزار، زدت عليهم شويه ديال المعدنوس مقطع صافي، وحيت داك الفلفله وداك الحشوه اولا داك البصله وفلفله حيتهم في نفس المقله. خديت ثاني درت فيها شويه ديال الزبده والزيت، شحرت فيها شويه ديال الحوت اللي هو شويه الكروفيت وشويه ديال الكالامار وشويه ديال الحوت الابيض اللي متواجد عند السيده، يعني انا كنت كنخبي شويه شويه من الحاجه. صافي شحرتهم مزيان مع شويه الملحه وشويه ديال الابزار، شحرتهم حتى تشحروا ليا مزيان، حيدتهم وفي نفس المقله عاوتاني درت شويه ديال الزبده والزيت والرز. تقريبا واحد الكاس ونص ديال الرز. صافي بقيت كندوزو مزيان في ديك الزيت والزبده حتى تشحر ليا شويه. صافي وضفت ليه داك الحوت وديك الفلفله والبصله اللي مشحرين، وضفت واحد الضامطي ديال الحوت. صافي ورويت بداك الماء، رويت بداك الماء اللي درت فيه ضامطي الحوت. صافي رويت مزيان ودرت من فوقه شويه ديال المعدنوس، وهكا زوقت بالكروفيت وزوقت بالكالامار وغطيتهم، ودرت شويه ديال الفلفله مقطعه هكا طويله، فلفله حمراء وخضراء من الفوق، ورشيت شويه المعدنوس صافي وغطيتهم، درتهم فوق البوطه حتى كيطيبوا على خاطرهم على عافيه مهيله، وقدمتهم بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه سميه. سميه هي من السيدات اللي كيشاركوا معنا بزاف شيوات مجربه وجديده، ولكن راه صافي لو تمرات معنا صراحه وكتشارك كل مره، فهذه الفرصه. شكرا لك سميه، غتربحي معنا مجموعه من المنتوجات، والشكر موصول كل لليات الحادقات، واكيد لكل السيدات اللي قدرتو هما يشاركوا معنا. علاش لا، دائما الفرصه قدامكم باش انكم تشاركوا معنا، تورونا ابداعاتكم، الشيوات ديالكم اللي كتجربوها واللي ولات وصفه معتمده، علاش لا، من خلال شهر رمضان، من خلال التواصل ديالكم ايضا على رقمنا المسابقه. نذكر به رقم واتساب رجاء، نذكروا به ماشي ابل، واتساب. كنبعثوا دائما الوصفات ديالنا، الصوره مع المنتوج اللي استعملتوه في القلب ديالها، والاسم ديالكم والمدينه منين نتوما بالكامل. الله يعطيكم الخير، هادشي كله كترسلوا لنا على رقم الواتساب. نذكر به اخر مره في الحلقه ديال اليوم اللي هو 0702204040 على شاد اف ام، وحد موافق ان شاء الله للجميع. وانت احكي لنا على تجربتك مع منتوجات دانتي، وكيفاش كتخليك تفني في اطباقك وتحولي طياب رمضان لتجربه كلها فن ومتعه.